الراديو 90-90 هواها مصر. ورجعنا لكم تاني، وصلنا لاخر فقره وفقره الوصفات الطبيعيه. وزي ما قلت لكم في البدايه، النهارده انا عامله لكم وصفه بلسم اللي بيفضل في الشعر، اي ليفن كونديشنر، عشان تجربوه وتشوفوا لو هترتاحوا معاه ولا لا. ارجع افكر تاني، الليفن كونديشنر ده او البلسم اللي بيفضل جوه الشعر بعد ما بنغسل شعرنا، بنشفه بالفوطه وبنحطه وبنسيبه. هنعمل شعرنا اوكي، مش هنعمل شعرنا مفيش مشاكل، ممكن ينفع بدل الجل والموس والحاجات اللي بيستخدموها ده للرجاله والستات. بنجيب 3 معالق كبيره زيت جوز هند ونسيحه، ونحط عليه زي اقل من نص كوب ميه، نحطه بس في إزازة ببخاخة وبس، خلصت الوصفة. ده بيوازن الزيوت والمرطبات الطبيعية في الشعر. هقولها تاني، 3 معالق كبيرة زيت جوز هند متسيح، أقل من نص كوب مية، حطها في إزازة بسبراي بخاخة وانطلقوا رشوه على شعركم، بس بعيد عن الفروة، وقولولي إيه النتيجة.